السلام عليكم. أحب أطلب اليوم راح نبدي موضوع جديد اللي هو الباور امبليفاير. الباور امبليفاير هو نوع من أنواع الامبليفاير اللي درسنا إحنا أنواع متعددة وصلنا إلى الباور امبليفاير. بالنسبة للامبليفاير اللي كنا ندرسه هو يسمونه فولتج امبليفاير، يعني الشغل اللي كان مطلوب من عندنا به هو تكبير الفولتية الداخلية، نعطيهم بالفولتج في ان نحصل بالنهاية على في اوت عالية، فيسمونه فولتج امبليفاير. اما الباور امبليفاير شنو شغلها؟ توفر باور جيدة لللود، اوكي، قدرة عالية للود اللي نربطها على الاوتبوت مال الامبليفاير، يعني نعطيها فيو واتس، عدد قليل من اللود. القدرة تنطيني تينز اوف واتس، نسبة قدرة عالية. الباور امبليفاير ايضا يسموه لارج سيجنال امبليفاير. تذكرون الامبليفاير اللي كنا ناخذه لما نحل الاي سي، كنا نقول سمول سيجنال امبليفاير اي سي انالايسيس، اوكي، يعني الفولتج امبليفاير هو سمول سيجنال انالايسيس، بينما الباور امبليفاير يسموه لارج سيجنال امبليفاير. هذا الامبليفاير يصنف إلى عدد من الكلاسز. هاي الكلاسز تمثل لي مقدار السيجنال الخارجي وتغيرها مع السايكلز اوف اوبريشن. إذن الامبليفاير اللي كنا ناخذه هو فولتج امبليفاير، شغلته شنو؟ نعطي انبوت فولتج قليلة يعطيني فولتية بالمقابل في في اوت مكبرة. اوكي، اما الباور امبليفاير هذا قلنا هو ينطيني قدره عاليه، باور عاليه ننطي قدره قليله ينطينا قدره عاليه بالاوت. وهذا الامبليفاير قلنا الامبليفولتج امبليفاير يسموه سمول سيجنال امبليفاير، والباور امبليفاير يسموه لارج سيجنال امبليفاير. الباور امبليفاير يصنف الى عدد من الكلاسز، اوكي، هاي الكلاسز شنو اساس تصنيفها؟ اساس تصنيفها على اساس السيجنال الاوتبوت اللي نحصلها من عنده وتغيرها مع السايكل اوف اوبريشن. هسه لو نجي نشوف هنا انا كاتبه لكم الباور امبليفاير ار كلاسيفايد انتو الامبليفاير بصورة عامة تصنف إلى small signal و large signal. قلنا إن الـ small signal هي شنو؟ هي تشمل لي voltage amplifier، والـ large signal تشمل لي الـ power amplifier. أيضا تصنف إلى كمان emitter، كمان base، كمان collector. أوكي؟ هاي من هي كانت الـ small signal. بينما الـ large signal تصنف إلى class A، class B، class AB، class C إلى حد الـ T. أوكي؟ اكو كلاسز من الباور امبليفاير. At first we should know why the amplifier signal classified into small signal amplifier and large signal amplifier. بالبداية لازم نعرف ليش الامبليفاير بصورة عامة صنفناها هنا الى small signal و large signal، ليش؟ نفهم الاجابة من خلال هذا الشكل. هذا الشكل شي يبين لي؟ يبين لي أنا عندي input signal، هاي input signal تدخل على small signal amplifier، وقلنا هذا small signal amplifier هو الامبليفاير اللي كنا ندرسه، السنجل ستيج اللي أخذناها بالكورس الأول، أوكي؟ تطلع الإشارة من هنا تدخل على power amplifier، أوكي؟ والpower amplifier مربوط إلى DC power supply. بعدين الأوتبوت مالت power amplifier وين يروح؟ يروح إلى اللود اللي هو عبارة هنا عن سبيكر، اوكي؟ إذا أردنا أن نسوي مكبر صوتي، اوكي؟ يتعامل مع جميع أنواع السماعات. أريد أسوي مكبر، يعني amplification لموجة صوتية. أدخل الصوت الأنبوت على الدائرة مالتي مالتي الأمبليفاير، والأوتبوت آخذه أدخله على سبيكر. هاي السبيكر اريد اي نوع من انواع السبيكر اخليها هنا. اذا الانبوت سيجنال وين راح تدخل؟ راح تدخل على سمول سيجنال امبليفاير، الامبليفاير العادي اللي كنا احنا ماخذينه.
راح شو يسوي هذا الامبليفاير؟ الانبوت سيجنال راح هنا بالاوتبوت يطلعها مكبره. اوكي؟ بالنسبه اذا كانت السماعه المستخدمه صغيره يعني اللود مالتنا عباره عن سماعه صغيره فراح تكون مقاومتها متناسبه مع هذا الامبليفاير سمول سيجنال وايضا قدرتها راح تكون صغيره. لكن بعض الاحيان هاي السماعه تكون ضخمه كبيره جدا مثلا بحجم الطاوله. وهذا النوع من السماعات ايش يحتاج؟ يحتاج فولتيه وتيار عالي وبالتالي يحتاج الى قدره عاليه، اوكي؟ مو مثل السماعه القليله، لذلك احنا الاشاره الاوتبوت من السمول سيجنال امبليفاير ما راح نوديها مباشره الى السماعه، راح نوديها على باور امبليفاير. اوكي؟ لان اذا اخذناها من السمول سيجنال الى السماعه الضخمه مباشره ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير الصوت ضعيف وغير واضح. زين؟ لذلك بدل ما ناخذها مباشرة إلى السماعة راح نمررها على large signal amplifier اللي هو الباور امبليفاير. اوكي؟ وهذا الباور امبليفاير راح ينطيني تيار عالي وفولتية عالية وبالتالي راح يكبر القدرة بما يتناسب مع قدرة اللي تحتاجها هذه السماعة الضخمة. وبالتالي راح يقل عندي مقدار التشويش في الصوت الخارج. الإشارة الصوتية القادمة من السمول سيجنال امبليفاير، من اللي كبرها؟ كبرها السمول سيجنال امبليفاير. والباور امبليفاير ايش سوى؟ سوى كبر قدرة هاي الإشارة، لأن احنا هاي السماعة اللي هنا سماعة ضخمة قدرتها أعلى من السماعة الصغيرة، لذلك تحتاج مو فقط نكبر الإشارة الجاية، لا نكبر قدرة الإشارة اللي تجي. أوكي؟ من خلال تكبير مقدار الفولتية والتيار حتى تكبر القدرة. لذلك إذا عمل السمول أمبليفاير، سمول سيجنال أمبليفاير هو كبر الإنبوت سيجنال فولتية. بينما الباور أمبليفاير إيش كبر؟ كبر القدرة، كبر التيار وبالتالي صارت القدرة عالية. الدي سي باور سبلاي هنا شنو شغله؟ الدي سي باور سبلاي هو راح نسحب من عند التيار. الدي سي باور سبلاي هو اللي الباور امبليفاير يسحب من عند التيار، ينطي تيار عالي للباور امبليفاير يدعم هاي الاشاره اللي جايه من السمول سيجنال امبليفاير وبالتالي تزداد القدره مالته وبالتالي يمكنها ان تشغل الصوت بالسماعات الضخمه بدون اي تشويش او ضعف. واضح؟ اذا اذا ردنا نسوي مكبر صوتي يتعامل ويا جميع انواع السماعات نحتاج ان نستخدم سمول سيجنال امبليفاير. وقلنا شغلته ايش راح يسوي؟ راح يكبر الاشاره الصوتيه القادمه. والباور امبليفاير شو يسوي؟ يكبر قدره هاي الاشاره ونطيها الى السماعه الضخمه. اي نوع هسه هنا من السماعات نطيها الها راح تنطيني بالنهايه موجه صوتيه مكبره وواضحه وصوتها غير ضعيف وغير مشوش. زين هذا الكلام اللي هنا هو شرح نفس اللي حكيناه. يقول if you want to design a sound amplifier for all types of speakers then the input signal forwarded to the small signal amplifier which amplified in the input signal but sometimes the speakers become very large and this type need to high the voltage and current then high power then بالتالي انه يحتاج الى high power. If we take the output from small signal amplifier to the speaker directly, the sound is راح يصير بي weak and unclean. راح يكون ضعيف وغير واضح. ولهذا السبب ايش سوينا؟ Because that the power amplifier is putting between the small signal amplifier and the large speaker. راح نخلي power amplifier على الاوتبوت مال سمول سيجنال امبليفاير والاوتبوت مال الباور امبليفاير يروح الى السبيكر الضخمه تو امبليفاي بي اند ار حتى نكبر الفولتيه والتيار وبالتالي الباور للاشاره القادمه. اذا السمول سيجنال امبليفاير كانت شغلته هو امبليفاي ذا انكومينج ساوند سيجنال كبر الموجه الصوتيه القادمه. والباور امبليفاير سوى امبليفاي ذا باور اوف ذا سيجنال كبر الباور مال تاي سيجنال. زين شنو دور الدي سي باور سبلاي؟ الدي سي باور سبلاي دوره انه شنو؟ give a high current ينطي تيار عالي الى الباور امبليفاير وبالتالي
الباور امبليفاير يمكن ان يكبر القدره الداخله الى السبيكر الضخمه اللي موضوعه على الاوتبوت مال. هسه نريد نعرف why the power amplifier classified for the high types اللي اخذناها اللي هي class A, class B, class AB, class C قلنا الى حد T. ليش الباور امبليفاير صنفوه الى هاي التصنيفات؟ ليش ما بقى هو صنف واحد نوع واحد من الامبليفاير يربط ويتخلى؟ ليش بدأوا يصنفون الـ A بعدين الـ B, class A, class B, class C, كلاس A B, كلاس D إلى حد T أكو من الأمبليفايرز يعني بالحروف الأبجدية. هاي صراحة نحن نعرف السبب. إحنا من خلال الرسم السابق قلنا الباور أمبليفاير إيش فيه متصل بالدي سي باور سبلاي. بالنسبة للكلاس A بالنسبة للأمبليفاير الباور أمبليفاير من نوع كلاس A هذا إيش فيه؟ هذا الامبليفاير حتى اذا ما اجت موجه صوتيه هنا يعني اذا كان هذا الامبليفاير اللي هنا خالينه هذا من نوع A كلاس A حتى اذا هنا واحنا هاي الموجه قلنا اللي تدخل على السمول سيجنال امبليفاير هي عباره عن موجه صوتيه وهنا نريد نكبرها بالسبيكر حتى اذا ماكو صوت يعني ما حد حكى بالمايك او كان مثلا صوت من الموبايل او صوت من التلفزيون نريد نكبره يعني ماكو إشارة صوتية هنا وكان هذا الامبليفاير الباور هو من نوع كلاس A بالنسبة إلى هذا النوع من الكلاس حتى إذا لم يصدر صوت من الانبوت سيجنال فإن هذا الباور امبليفاير من نوع كلاس A إيش فيه؟ راح يسحب كل التيار من الدي سي باور سبلاي أوكي؟ راح يسحب كل التيار من الدي سي باور سبلاي إلى السماعة معناته راح يستهلك البطارية بصورة سريعة. زين اذا هذا النوع من الامبليفاير اللي هو نسميه كلاس A اذا تجينا هنا باور امبليفاير النوع مالته كلاس A احنا عادة هذا الامبليفاير هنا تجي اشارة صوتية على هذا السمول سيجنال امبليفاير يكبرها ينزل ناتج للباور امبليفاير باور امبليفاير حتى يزيد القدرة يسحب تيار من الدي سي باور سبلاي زيد قدرته ينطيها للسبيكر إذا ما بالنسبة إذا كان هنا كلاس A وهنا ما صادر عندي أي موجة صوتية هذا الباور امبليفاير أيضا راح يسحب إذا كان من نوع كلاس A أيضا راح يسحب كل التيار من الدي سي باور سبلاي وبالتالي ايش راح يسوي؟ راح يستهلك كل البطارية بسرعة لذلك ايش سووا؟ سووا تحسين على هذا النوع من الامبليفاير سووا يا كلاس سووا كلاس الثاني اللي هو كلاس B هذا الكلاس B فقط إذا صدر صوت من الانبوت سيجنال يلا يبدي الكلاس بي الباور امبليفاير من نوع كلاس بي يسحب تيار من الدي سي باور سبلاي وهذا النوع ايضا بي لقوا بعض العيوب احنا بعدين هسه راح نشوف شنو هي عيوب كل نوع اذا بالنسبه لهذا الشكل اذا كان الباور امبليفاير اللي مستخدمينه هنا من كلاس بي الا اذا اجتني اشاره صوتيه من هنا يلا يبدي يسحب تيار لكن هذا النوع ايضا بي عيوب لذلك سووا الكلاس اللي بعدين اللي هو كلاس A B هذا الكلاس A B هو كلاس فعال ومرضي بشكل كبير يعني من بين انواع الباور امبليفاير وايضا عندنا نوع اخر من الامبليفاير اللي هو كلاس C هذا الكلاس C هو خاص بدوائر الاتصالات الكوميونيكيشن سيركت اوكي اللي تعمل بالريزونانت فريكونسي الدوائر الرنينيه اللي اذا ما اخذنها بسادس اعدادي الدوائر الرنينيه هو هذا الكلاس سي هو يشتغل بيها اكثر شيء هسه راح نجي بالتفصيل على كل نوع من هاي الكلاسز اللي موجوده بالباور امبليفاير بالنسبه الى الكلاس اي هي الدوائر مالتها مثل الامبليفاير العادي مالتنا هذا لكن الترانزستور المستخدم هنا هو باور ترانزستور اوكي هذا الترانزستور اذا كان من نوع كلاس A باور ترانزستور من نوع كلاس A دائره فولتج ديفايدر راح يكون الاوتبوت مالته بهذا الشكل هذا للتحليل الدي سي اوكي علاقه بين الاي سي بالنسبه للاوتبوت كيرف هو العلاقه بين الاي سي والبي سي اي اوكي وهذا هو اللود لاين اللي هو هنا قيمه البي سي اي تساوي بي سي سي
وهنا قيمة الـ IC تساوي VCC على RC، هو يمثل لي اللود لاين. بالنسبة للـ Q point اللي تكون دي الترانزستور power amplifier من نوع class A، تكون بمنتصف اللود لاين هنا، أوكي؟ وهاي هنا هي إشارة الانبوت، وهنا إشارة الاوتبوت المكبرة، أوكي؟ يعني نفس الدوائر اللي كنا ناخذها بالكورس الأول، تطلع الكيو بوينت على اللود لاين بالمنتصف، لا هي قريبة من الساتوريشن اللي هي هاي، ولا هي قريبة من الكاتوف اللي هي هاي، هي ضمن الاكتف ريجن تكون الكيو بوينت، أوكي؟ السؤال هنا شو يقول؟ يقول لو فرضنا انه الـ VCE هاي مالتنا تساوي نصف الـ VCC. VCE قيمتها نصف قيمة الـ VCC، يعني إذا الـ VCC 20 قيمة الـ VCE مثلا 10، أوكي؟ إذا شنو مقدار القدرة الضائعة عندنا؟ مقدار القدرة الضائعة، القدرة هو قانونها الفولتية في التيار. الفولتية هي VCE، أوكي؟ في التيار الـ IC، وبهاي الحالة راح يكون ما يساوي صفر، زين؟ ليش؟ لأن اكو عندي قيمة تيار. يعني بالنسبة للكلاس A قلنا سواء كانت اكو موجة صوتية داخلة بالانبوت سيجنال أو ماكو موجة صوتية داخلة، فإن التيار الـ IC Q point إلى قيمة، أوكي؟ دائما يسحب، ودائما الترانزستور راح يسحب تيار من الدي سي باور سبلاي، وبالتالي راح تكون اكو عندنا قدره رائعه في هذا النوع من الترانزستور، لذلك ما بقوا على هذا النوع لان دائما اكو ضياع بالقدره، لذلك حسنوه وسووا النوع دي. اذا لو نجي على القواعد الخاصه بالكلاس اي، اول شيء الكيو بوينت مالته وين موقعها؟ موقعها بالسنتر، اوكي؟ ضروري كل طالب يعرف شلون الاوتبوت مال كل كلاس. هذا الاوتبوت مال الكلاس A. ممكن اجيب لكم سؤال انه ارسم لي الاوتبوت كيرف مال الكلاس A، حدد عليه موقع الكيو بوينت الانبوت والاوتبوت، اوكي؟ فالكيو بوينت مال الكلاس A من القواعد الاساسيه للكلاس A، الكيو بوينت مالته ات سنتر، وهاي قاعد نشوفها احنا بالرسم انه الكيو بوينت ات سنتر، اوكي؟ زين. الباور لا تساوي صفر، ليش؟ لان هو سواء كان اكو صوت داخل او ماكو صوت، هو راح يصرف تيار من الدي سي باور سبلاي، لذلك دائما اكو قدره ضائعه، اذا الباور لا تساوي زيرو دائما بالكلاس اي امبليفاير. يكبر الموجه بدون اي ديستورشن، بدون اي تشويه، يكبر الموجه الداخله الى بدون اي تشويه، ايضا هاي من الخصائص المميزه لهذا النوع من الكلاسات. دائما يستهلك تيار، ليش؟ لان سواء كانت اكو ساوند سيجنال داخله بالانبوت او ماكو ساوند سيجنال، هو شنو؟ يسحب تيار من الدي سي باور سبلاي، اذا دائما يستهلك تيار، اوكي؟ والنقطه الاخيره انه الافشنسي، هذه هي رمز الافشنسي، كفاءة مالته قليلة، ليش؟ لأنه هو يستهلك تيار حتى في حالة عدم وجود إشارة داخلة على الترانزستور، على الامبليفاير. إذن الخصائص العامة للكلاس A امبليفاير إنه الكيو بوينت مالته تكون بالمنتصف، الباور الضائعة به لا تساوي صفر، يكبر الإشارة الداخلة إلى بدون أي تشويه، يستهلك تيار دائما، والإفشنسي تكون إلى قليلة because it's consumed current، لأنه هو يستهلك تيار حتى if there is no signal، حتى إذا ما كانت إشارة input signal داخل عليه، أوكي؟ إذا هذا هو الكلاس A، ضروري كل طالب يعرف شنو الأوتبوت كيرف مالته وشنو هي الرولز الخاصة بهذا الكلاس، أوكي؟ لذلك هسه بسبب انه دائما هو يستهلك قدره، فاحنا ما استفادينا من عده هذا الكلاس، رحنا ايش سووا؟ سووا النوع الثاني من الكلاسات اللي هو الكلاس، اوكي؟ هذا اذا كانت الجي ان هاي الانبوت سيجنال الداخله، فالعلاقه بالاي سي راح تكون بهذا الشكل، راح يكون عندنا بايسنج هنا وتتحمل عليها الاشاره، هاي دي سي
راح يكبر الإشارة شوفوا تطلع كاملة بدون أي تشويه. لكن العيب اللي يخلينا ما بقينا على هذا النوع من الباور امبليفاير هو استهلاك التيار وبالتالي استهلاك قدرة دائما في حالة وجود انبوت فولتج أو في حالة عدم وجوده. أوكي؟ هنا التيار راح يكون محمل على الدي سي فولتج، هاي الدي سي فولتج، والتيار الاوتبوت راح يكون محمل عليها. اوكي، يعني ما يكون على الصفر يتراوح، وبالتالي يكبر الاشاره بصوره كامله وبدون اي تشويه، لكن هو يستهلك تيار وبالتالي يستهلك قدره في كل الحالات. اذا هذا النوع ما فادنا من هذا النوع من الكلاسات للباور امبليفاير، لذلك اكتشفوا النوع الثاني اللي هو سموه كلاس بي. خلينا نشوف الكلاس بي. الكلاس بي هذا الشكل، هاي دائرة مالته وهذا الاوتبوت كيرف. هذا هو الكلاس بي، مصدر فولتية في سي سي مربوط الى الترانزستور. هذا هو باور ترانزستور من نوع كلاس بي. هاي هنا أنا عندي على الاميتر مقاومة، بعدين مؤرث، وهذا الانبوت تدخل له سيجنال، وهذا الفي اوت راح يكبر جزء من الاشارة. هسه راح نشوف الموجة راح تدخل للترانزستور بدون أي بايسنج، ما عندي هنا لا فولتية لا فولتج ديفايدر، أوكي؟ لا فولتية دي سي ولا فولتج ديفايدر، إذا ماكو بايسنج. هذا البايسنج اللي حملنا عليه الإشارة بالنوع الأول بسبب الفولتج ديفايدر، هنا أنا ما عندي، ماكو أي بايسنج، فالإنبوت سيجنال تدخل مباشرة على البيس مال الترانزستور. إذا دخلت على البيس مال الترانزستور راح تبدي من الصفر إلى أن توصل، شو وقت يلا ينفتح هذا الترانزستور؟ إلى أن توصل إلى 0.7 يلا هذا الترانزستور يصير أون. ليش؟ لأن إحنا قلنا إن الترانزستور هو عبارة عن 2 دايود مربوطين، وبالتالي الدايود ما يشتغل إلا إذا كانت الفولتية على الأنود 0.7 أكبر من الكاثود، يلا يبدي يصير أون. والترانزستور نفس الحالة، هذا ما راح يشتغل من الصفر إلى أن توصل الفولتية 0.7، يبدي الترانزستور يشتغل ويمرر تيار اي بي، وبالتالي احصل على تيار اي سي عالي. اوكي، الجزء الموجب هذا مال الانبوت سيجنال كله راح يمر زين، اما الجزء السالب من يجيني الجزء السالب من الموجه فما راح يمر. ليش؟ الا لان احنا قلنا هذا ما يشتغل الا اذا كان الجهد اكثر من 0.7، وبما انه هو سالب فراح يكون الجهد بالسالب، فما راح يصير اكبر من 0.7. اذا بالاوتبوت فقط الجزء الموجب من الموجه راح يتم تكبيره، وش وقت بعد 0.7 يعني تتزحف 0.7 يلا يبدي يكبر الجزء الموجب، والجزء السالب ما يكبره. السبب ليش؟ لانه الترانزستور ما يشتغل الا اذا كانت الفولتيه 0.7 واكثر، وبما انه هو الاشاره اللي راح تجينا هي بالسالب فما راح تصير اعلى من 0.7، لذلك الجزء السالب كله راح يكون صفر، والجزء الموجب راح يكبر لكن شنو؟ بالزحف بمقدار 0.7. بالنسبه لي الاوتبوت كيرف، العلاقه بين الاي سي والفي سي اي، هذا هو الاي سي وهذا هو الفي سي اي وهذا هو اللود لاين. الكيو بوينت مالته راح تكون بالكت اوف، الكيو بوينت هنا راح تكون عند الكت اوف، واضح؟ هاي هي الانبوت سيجنال. الاوتبوت سيجنال ايش راح يكبر؟ راح يتاخر بمقدار 0.7 ويكبر فقط نصف من الموجه اللي هو النصف الموجب، اما النصف السالب فما راح يخضع للتكبير. هذا هو رسم، هاي دائره الكلاس بي، وهاي شنو؟ هذا الاوتبوت مال الكلاس بي. يعني هاي الاريا كلها unused area، كلها ما مستخدمة، الى ان نوصل الى الكاتوف. نقطة الكاتوف هي نقطة الكيو بوينت، يبدي عندها تكبير نصف الموجة الموجب فقط بعد مرور 0.7، يلا يبدي يكبر. اذا الباور بالكلاس بي امبليفاير، الباور هاي العفو مو بي، هاي بي تساوي V في I. ال V هي ايش قد الفولتية مالتنا؟ هاي V C C، لأن احنا بال Q point V C C. في ال I من هو؟ ال I C Q point، وتساوي ايش قد؟ صفر. ليش؟ في حالة عدم الكلام، لأن احنا قلنا هذا الكلاس إلا إذا صدر صوت
يلا يبدي يشتغل. يعني إذا ماكو صوت ماكو input signal التيار صفر، إذا أكو input signal يسحب تيار ويكبر. لذلك القدرة راح تستهلك فقط في حالة وجود موجة صوتية داخله. أما الكلاس A كان سواء كان أكو صوت أو ماكو صوت الباور امبليفاير راح يسحب تيار من الدي سي باور سبلاي، وهاي هو التحسين اللي ضافوه على ذاك النوع حتى نستخدم الكلاس الثاني اللي هو الكلاس B. إذن في حالة عدم الكلام الباور راح تساوي صفر. ليش؟ لأن ماكو تيار ID وبالتالي ماكو تيار IC وبالتالي تكون القدرة الضائعة هي صفر. بينما إذا كانت أكو إشارة صوتية داخله لا، هاي الحالة راح يكون بهاي الحالة راح يكون عندنا أكو تيار ينسحب وبالتالي أكو قيمة إلى القدرة. إذن إذا ماكو صوت الترانزستور يكون أوف، إلى أن يبدي الصوت يتولد الترانزستور يكون أون. زين، وقلنا هذا النوع من الباور أمبليفاير يكبر فقط الجزء الموجب من الإشارة، وعرفنا شنو السبب. وهاي هي واحدة من الديسادفانتج اللي لهذا النوع من الأمبليفاير. زين، شلون نحل هاي الديسادفانتج؟ إذا أقول لكم مثلا سؤال شلون أخلي هذا الأمبليفاير اللي هو من نوع باور أمبليفاير يكبر جزئين الموجب والسالب فقط، اثنيناتهم مو فقط الجزء الموجب، شلون نحل هاي المشكلة؟ تجاوبوني بهذا الجواب الرسم اللي هو نقول نستخدم بدل ما استخدم ترانزستور واحد باور ترانزستور واحد استخدم تو باور ترانزستور، واحد من نوع NPN يكبر الجزء الموجب من الموجة، والثاني من نوع PNP يكبر الجزء السالب من الموجة. اوكي، البيس مال التو ترانزستورز اربطهم مع بعض وادخل عليهم الانبوت، فبالتالي هنا أنا راح تكون عندي الفولت هي مقدارها 1.4، لان هذا 0.7 وهذا 0.7 بيصير عندي 1.4. هذا الجزء الموجب راح يكبر، عفوا الترانزستور الـ NPN راح يكبر الجزء الموجب، ويكون لما يجي الجزء الموجب هذا الترانزستور يكون on وهذا الترانزستور يكون off. اوكي، بينما لما يجي الجزء السالب بالعكس، هذا الترانزستور اللي هو NPN يكون off والترانزستور الـ PNP يكون on ويكبر الجزء السالب من الموجة، وبالتالي راح يكبر عندي الموجب والسالب. إذن لو كانت هاي الانبوت سيجنال مالتنا، هاي الانبوت سيجنال الاوتبوت ايش راح يكون بحاله استخدامنا ترانزستور واحد يعني على هذا الشكل القديم؟ هذا شلون راح يكون الاوتبوت؟ بس الجزء الموجب يتكبر. اجي وين اكو جزء موجب وما عندي دي سي بايسنج يبدي من الصفر، فهنا هذا الموجب اكبره يتكبر، السالب صفر الموجب يكبر، السالب صفر الموجب يكبر، السالب صفر الموجب يكبر، وهكذا. I show it in the case of using one transistor only، فقط ترانزستور واحد، هاي الحالة بالبداية. زين، إذا استخدمنا two transistor شوفون أكو عندي delay مقداره 0.7، بعدين يكبر الموجب بالموجب، وبالسالب الترانزستور اللي هو PNP راح يصير بي delay مقداره سالب 0.7، بعدين يكبر الإشارة بالسالب، وهكذا النوبل موجب delay 0.7 ويكبر الإشارة، بعدين ال PNP delay سالب 0.7 ويكبر الإشارة، وهكذا. لاحظون هنا ايش قاعد يصير عندنا؟ قاعد يصير عندنا cross over distortion. اوكي، هاي ال case of using two transistor. هنا ايش راح يصير عندي؟ cross over distortion يعني شنو؟ يعني اكو ضوضاء راح تصدر، noisy sound. ليش؟ بسبب هذا الديلي اللي هو مقداره 0.7. قلنا احنا كل ترانزستور اذا ماكو عليه مثلا فولتج ديفايدر او بايسنج لازم يبقى ينتظر الى ان نوصل الى 0.7 يلا يصير اون. قبل 0.7 من 0 الى 0.7 هو اوف، يعني راح يصير عندنا ديلي بمقدار 0.7 بالنسبه لل NPN ترانزستور وسالب 0.7 بالنسبه لل PNP ترانزستور، وهذا التاخير شو يسبب لي؟ يسبب لي noisy sound. اوكي، يسبب لنا ضوضاء صادره مع الصوت المكبر، هاي بحاله استخدام two transistors. اوكي، ممكن يعني اجيب لكم
سؤال ارسم لكم هاي الانبوت سيجنال واقول لكم ارسموا لي الاوتبوت سيجنال بحاله استخدام كلاس بي امبليفاير متكون من 1 ترانزستور ترسمون هاي و 2 ترانزستور ترسمون هاي. اوكي، وشنو مساوئ هذا النوع؟ مساوئ هذا النوع انه هو يكبر فقط الجزء الموجب. مساوئ هذا النوع شنو؟ يكبر الجزء الموجب والسالب، لكن شنو؟ بوجود نويزي ساوند، ضوضاء. اوكي، بسبب شنو؟ بسبب الديلي اللي ينتظره الترانزستور ال ان بي ان 0.7، وديلي بالترانزستور ال بي ان بي سالب 0.7، وبالتالي راح يسبب لنا شنو؟ ضوضاء بالصوت المكبر. اذا الكلاس بي ايش سوى؟ قلل القدره الضائعه. الكلاس بي قلل القدره الضائعه، لكن بنفس الوقت شنو؟ سبب تشوه كبير بالصوت الخارج انه. اوكي، لذلك اكتشفوا الكلاس اللي بعده اللي هو كلاس اي بي. من القواعد الاساسيه بالكلاس بي هي شنو؟ ان الكيو بوينت مالته وين تكون؟ بالكت اوف ريجن. هاي هي الكيو بوينت مالت الكلاس بي بالكت اوف ريجن. النقطه الثانيه انه هو شنو؟ يكبر الاشاره الداخله الى، لكن شنو؟ مع وجود تشويه كبير للصوت، هاي ديستورشن. ايضا يكبر امبليفاي، لكن شنو؟ with high distortion. بعد شنو؟ consumed a current، يستهلك تيار فقط when only when the signal is found، يعني فقط اذا كان عندي اشاره صوتيه يستهلك تيار، مو مثل الكلاس اي اللي كان يستهلك تيار سواء كانت اشاره صوتيه موجوده او غير موجوده. بعد شنو؟ الافشنسي مالته ايش بيها؟ جيده. الافشنسي مالته جيدة، ليش؟ لأنه هو شنو؟ لا يستهلك تيار في حالة عدم وجود input signal، because it is not consumed the current when there is no input signal. هذا التايب قلنا قلل ال consumed power، القدرة الضائعة، لكن شنو؟ سبب تشوه كبير بال output signal، يعني تجيني output signal بها distortion عالي. لذلك اكتشفوا النوع الآخر اللي هو class AB. الكلاس اي بي هذا النوع كفاءته اكبر من الكلاس اي واقل من الكلاس بي، يعني كفاءه مالته الافشنسي بين الكلاس اي والكلاس بي. يزيد الكفاءه ويقلل بالنسبه، هذا الكلاس اي بي هو يشتغل على الكلاس بي، يزيد الكفاءه اعلى من كفاءته، وشنو؟ ويقلل الديستورشن اللي يسببها الكلاس اي بي. شكل دائره الكلاس اي بي هو هذا، بي 2 ترانزستور، واحد ان بي ان واحد بي ان بي، وهنا عندي مقاومه ار وهاي 2 دايود ومقاومه ار، وهذا البيس مال كل ترانزستور. يعني بهذا النوع احنا ايش قاعد نسوي؟ قبل ما تدخل الانبوت سيجنال احنا نخلي الترانزستور هاي باور ترانزستور من نوع كلاس اي بي تشتغل. شنو؟ بسبب وجود هذا الدايود. يعني هنا هسه قبل لا يبدي يشتغل هو اكو 0.7، قبل لا تجي الانبوت سيجنال هنا اكو 0.7 بسبب هذا الدايود، وهنا اكو 0.7 بسبب هذا الدايود. اذا هذا الترانزستور وهذا الترانزستور هما اون، سواء اجت اشاره او ما اجت هما اون، يعني ما راح يصير عندي ديلي مقداره 0.7. اوكي، وبالتالي دائما حتى اذا ما عندي اشاره اكو عندنا تيار هنا، لكن التيار يكون قليل جدا، يعني اكو قدره ضائعه لكن قليله بحاله عدم وجود اشاره صوتيه، لكن من تجي اشاره صوتيه لا راح يزيد التيار، وبالتالي راح تزيد القدره الضائعه. في حاله عدم وجود اشاره صوتيه اكو تيار لكن قليل بسبب هذا الدايود اللي هنا سبب لي انه الترانزستور يكون اون، لكن التيار جدا قليل، وبالتالي يعني اكو قدره ضائعه لكن قليله. اوكي، الاوتبوت كيرف مالته العلاقه بين الاي سي والبي سي اي، هذا هو اللود لاين. الكيو بوينت راح شو تكون؟ راح تكون بين الكت اوف وبين المنتصف، مو هذا المنتصف وهاي الكت اوف، هنا راح تكون الكيو بوينت. اوكي، لا هي على الكت اوف ولا هي بالمنتصف، يعني بين هذا المنتصف كان كلاس اي والكت اوف كان كلاس بي، فالكلاس اي بي هو بيناتهم، واضح؟
وبالتالي راح يكون حتى في حالة عدم وجود input signal راح يكون عندي power ضائعة لكن مقدارها قليل لأن التيار IC راح يكون قليل بحالة عدم وجود إشارة input صوتية داخلة على البيس مال الترانزستور. أوكي إذا الباور راح تكون VCI والبي هي VCE Q point في IC Q point. بحالة عدم الكلام راح تكون جدا قليلة، بحالة الكلام لا راح تكون عالية. ولو اجينا مثلناها بالرسم هاي الانبوت سيجنال الاوتبوت سيجنال هنا احنا عندنا بايسنج اوكي تشوفون هذا بايسنج عندنا فاكو في ضوئيه دي سي راح تجي نحمل عليها الاوتبوت سيجنال فراح يكبر الجزء الموجب والجزء السالب ايضا يكبره لكن يقص جزء من عنده هذا النوع من الكلاسات يكبر الجزء الموجب والسالب ايضا يكبره لكن يقص جزء من عنده فمثلا اذا جبت لكم هاي هي الانبوت سيجنال مالت الكلاس اي بي وارسم لي الاوتبوت سيجنال ترسمون هذا الرسم هذا الرسم يتحمل على على بايس فولتج بسبب البايسنج اللي صاير عندنا يعني ما راح يصير على الصفر مثل ما كان بالكلاس بي لا مثل كلاس اي اكو عندي فولتيه دي سي يتحمل عليها الاشاره الاوتبوت الموجب يتكبر بالكامل والسالب يتكبر لكن ينقص جزء من عنده. اهم القواعد الاساسيه للكلاس اي بي هو شنو؟ الكيو بوينت مالته موقعها بين السنتر والكت اوف، كيو بوينت بتوين سنتر اند كت اوف. زين امبليفاي سيجنال يكبر الاشاره وذ هاي ديستورشن مع شنو؟ مع تشويه عالي اذا شنو؟ if using one transistor يعني اذا استخدمنا two transistor مثل ما هسه جاي نشوف احنا ما راح يصير عندي distortion consumed low current for bias يستهلك تيار صغير بحاله عدم وجود اشاره صوتيه داخله بسبب البايسنج اللي صار عندنا والافشنسي مالته الكفاءه مالته تكون جيدة is good because it is no consume, not consumed current if there is no signal. الـ efficiency مالته عالية لأنه هو ما يستهلك تيار عالي يعني يستهلك تيار لكن قليل بحالة عدم وجود input signal. وهذا هو شكل آخر ممكن من الكلاس AD. مثلا أجيب لكم سؤال أقول لكم ارسموا لي شكلين للكلاس AB دائرة كلاس AB Power Amplifier ترسمون ممكن هذا الشكل وهذا الشكل هذا شكل للكلاس AB وهذا شكل آخر مقاومتين RB1 وRB2 ومتسعات حتى هنا يصير عندي فولتية 0.7 أو أكثر حتى تشغل هذا الترانزستور يبقى دائما مشتغل سواء كانت اكو اشاره او ماكو. اوكي؟ الكلاس اللي بعده هو كلاس سي. هذا هو الكلاس سي قلنا يشتغل بالدوائر دوائر الاتصالات التيونينج سيركت او الريزونانت اللي تشتغل على الريزونانت فريكونسي. اوكي؟ الدوائر الرنينيه. هذا هو شكل دائرة الكلاس سي اللي هي عبارة عن هذا الترانزستور وهذا الإمتر مالته هذا البيس مربوطة بي آر بي والكولكتر بدائرة رنينية اللي هي عبارة عن متسعة ومحاثة مربوطين على التوازي هاي يسمونها الدائرة الرنينية لتيونينج سيركل. بالنسبة للكيو بوينت مالته تكون وين؟ بأقل من الكت اوف يعني مو هذا هو اللود لاين؟ هاي هي الساتوريشن وهنا السنتر وهنا كان عندي الكلاس اي بي وهنا الكت اوف اللي هو الكلاس بي الكيو بوينت مال هذا النوع هي نازله اقل من الكت اوف اوكي هذا الانبوت وهذا الاوتبوت تكبر فقط جزء ضئيل من الانبوت سيجنال مقدار 180 درجه من الاشاره الداخله فقط يكبرها والباقي كله يهملها زين هذا النوع من الباور امبليفاير اللي هو كلاس سي يقول لا يتم استخدامه كمكبر صوتي this type is not used as a sound amplification ليش؟ لان هو شو يسوي؟ يسوي ديستورشن عالي للانبوت سيجنال
يسوي ديستورشن عالي للانبوت سيجنال. ويستخدم فقط وين؟ اذا اقول لكم كلاس سي يستخدم بيا نوع من الدوائر، تقولوا لي ان كوميونيكيشن سيركتس، يستخدم في دوائر الاتصالات كوميونيكيشن سيركتس، وهذا يسبب لنا ديستورشن. هذا النوع يسبب لنا ديستورشن يعني تشوه كبير. ليش؟ لانه ما يكبر الموجه كلها، جزء موجب وجزء سالب، ولا يكبر فقط جزء من الموجه اللي هو الجزء الموجب او الجزء السالب، لا، يكبر جزء صغير من الجزء الموجب اللي هو مقدار 180 درجه فقط، والباقي كله يهمله، لذلك يسبب لنا تشوه جدا عالي. زين، والكفاءه مالته راح تكون جدا عاليه. واضح؟ الكفاءه الافشنسي مال هذا النوع هي جدا عاليه. من خصائصه انه الكيو بوينت تشبيه اوت اوف ذا كات اوف ريجن. هاي الخصائص مال هذا النوع، انه الكيو بوينت مالته تكون خارج منطقه الكات اوف ريجن ايضا، يعني يعبر الكات اوف ريجن وينزل جوا على السالب. وايضا من خصائصه تكون كونسيومد كرنت هيستيريك تيار اونلي وين ذا سيجنال از كومينج، يعني فقط اذا اكو عندي اشاره يستهلك تيار، اذا ماكو اشاره ما يستهلك، يعني مثل الكلاس اي. اذا بالتالي راح تكون الافشنسي مالته عاليه جدا. اكو بعد كلاسات اخرى، بس احنا اخذنا A, B, C، اكو عندنا D, E, F, G, H الى حد T. اوكي، ومن امثلتها الانفرتر، ايضا هو نوع من انواع الباور امبليفاير، كلاس من كلاسات الباور امبليفاير. لو نجي على هذا التيبل يمثل لي تقريبا مقارنه او اهم الخصائص الاساسيه لكل كلاس من الكلاسز اللي هسه مرينا عليها. هاي هنا مرتبين الكلاسات، الكلاس A B C و A B. اوكي، وهنا الخصائص مالته، الزاويه مالته قد يعني يكبر من الاشاره الداخله، الكيو بوينت وين موقعها لكل كلاس، الافشنسي مال كل كلاس قد قيمتها، والسيجنال ديستورشن التشوه اللي حاصل بالسيجنال منو من نوع من الكلاسات يسبب تشويه ومنو من انواع الكلاسات ما يسبب تشويه. نقدر نقول هذا التيبل هو مختصر للحكي اللي حكيناه. بالنسبه للكلاس A الزاويه مالته 360، يعني شنو؟ يكبر الجزء الموجب والسالب اثنيناتهم. اوكي، والكيو بوينت مالته وين موقعها؟ موقعها قلنا بالسنتر على منتصف اللود لاين. الافشنسي مالته اللي نحصل عليها كفاءته هي 25%، وراح نشوفها هم يعني ان شاء الله شلون تطلع قيمه الافشنسي 25%. اكو بيه تشويه للسيجنال؟ لا ماكو، الديستورشن مالته زيرو، لكن هو العيب مالته انه هو يستهلك البطاريه كلها، لان هو بحاله وجود انبوت سيجنال او عدم وجود الانبوت سيجنال شو يسوي؟ يسحب تيار. اذا هذا الكلاس A. الكلاس B الزاويه مالته 180، الكيو بوينت مالته وين؟ تكون على الاكسس على الكت اوف، وبالتالي راح يكبر نصف الموجه، راح يكبر قلنا فقط الجزء الموجب من الموجه. الافشنسي مالته تكون 70%. اكو بي ديستورشن؟ نعم اكو كروس اوفر بوينت، بي كروس اوفر بوينت بي ديستورشن. الكلاس سي اللي هو قلنا يستخدم بالكوميونيكيشن سيركت، هذا يكبر اقل زاويه مالته اقل من 180، قلنا يكبر جزء من الجزء الموجب من الاشاره الداخله. الكيو بوينت موقعها وين؟ بلو اكس اكسس، يعني ورا الاكس اكسس، يعني جوا الاكس اكسس. الافشنسي مالته جدا عالية، اعلى من 80%، واكو بيه تشويه جدا كبير، لارج ديستورشن للسيجنال. اوكي، لان هو قلنا يسبب يترك هواي من الموجه ويكبر جزء بسيط من عندها. الكلاس الاخير اللي هو الكلاس اي بي يكبر من 180 الى 360 من الاشاره الداخله. الكيو بوينت موقعها بتوين الاكس اكسس اللي هي الكت اوف والسنتر، بين الكت اوف والسنتر موقع الكيو بوينت. الافشنسي مالته تتراوح من 50 الى 70%، ايضا عاليه،
والديستورشن للسيجنال الخارجي اكو بي ديستورشن لكن شنو سمول يكون قليل، وهذا النوع الاي بي هو النوع الاكثر استخداما. واضح؟ هذا ملخص للكلاسات اللي يصنف لها الباور امبليفاير، قلنا وصنفنا الى هذه الكلاسات حسب سحبة للتيار من الـ DC Power Supply اللي موجود بحالة وجود إشارة أو عدم وجود إشارة، كل نوع حسب ما هو موجود. لو نرجع إلى الـ PDF اللي مطيتكم إياه نشوف هنا نتكلم عن الـ Class A. Class A قلنا هو يكبر 360 من الإشارة، والـ Q Point مالتها تكون ب المنتصف، منتصف اللود لاين، و ما راح يكون بي ديستورشن. يعني هذا هو الكلام اللي حكيناه. الكلاس الثاني هو الكلاس بي. الكلاس بي قلنا يكبر فقط 180 من الانبوت سيجنال، ويطلب من الاوتبوت سيجنال ان تتغير حول نصف الانبوت سيجنال، يعني 180 درجه. يعني الدي سي بايسنج تكون عند الزيرو بالكيو، يعني بالكت اوف، والاوتبوت يتغير من هذه النقطه نصف دوره، يعني يكبر فقط الجزء الموجب من الموجه، والجزء السالب ما راح يكبره. وهذا اذا اردنا نخليه يكبر الجزئين الموجب والسالب قلنا نستخدم تو ترانزستور، واحد من نوع NPN يكبر الجزء الموجب، وواحد من نوع PNP يكبر الجزء السالب. وهذا إذا سويناه بهاي الطريقة يسمونه push pull. أوكي، push pull operation. الكلاس اللي بعده هو كلاس AB. الكلاس AB يحتاج هو نفس الكلاس A البي اللي نستخدم بي تو ترانزستور اللي هو بوش بول، لكن نسوي له قلنا بايسنج على البيس مال كل ترانزستور، يعني نخلي الفولتية اعلى من 0.7 حتى يكون التو ترانزستور اون سواء كانت اكو اشاره داخله او لا. هذا الترانزستور مقدار الزاويه مالته قلنا راح تكون بين ال 180 وال 360، اللي هو راح يكون لا هو مثل الكلاس A ولا هو مثل الكلاس B، هو راح يكون بيناتهم، فراح يكون الافشنسي مالته عالية وهو أكثر الأنواع استخداماً. الكلاس C قلنا هو يستخدم يسوي بايسنج لأقل من 180 درجة من الإشارة الداخلة إليه، وبالتالي يستخدم بال تيون مع الدوائر الرنينيه التيون سيركت، او اللي يسمونها الدوائر اللي تشتغل على الريزونانت فريكوانسي. والنوع ايضا عندنا من الكلاسات هو يسمى بالكلاس دي. هذا النوع من الكلاسات هو اللي يستخدم البلس سيجنال هو او الديجيتال سيجنال. اوكي، اللي راح تبقى اون لفتره قصيره واوف لفتره طويله حسب البلس. البلسات تعرفونها هيك بلس اون فتره طويله، اوف بعدين تجي بلس ثانيه. فهذا يتعامل وياها اذا كان الانبوت اللي عندنا عباره عن بلس، فنستخدم الكلاس دي باور امبليفاير. وهذا هو التيبل اللي خاص بالإفشنسي مال كل كلاس. هنا الكلاس A سايكل 360، مختصر للتيبل، مو مثل ما أنا رسمت لكم إياه قبل شوية. هنا نبي هذا، مو نفس هذا، ماخذين فقط الأنجل والإفشنسي ومسوينهم التيبل هنا. أوكي، نفس ما حكينا. يعني طبعا بالنسبة للكلاس دي اللي احنا ما ذاكرينه اللي هو يتعامل مع البلس، الكلاس دي هو دائما الافشنسي مالته عالية، 90 اكثر من 90%.
هاي بالنسبة استعراض سريع لأنواع الكلاسز من الـ A B A B C D وكل نوع شنو الخصائص العامة مالته سواء بالبي دي اف أو بهذا الكتابة اليدوية أعتقد هي أوضح حسب ما تفضلون. هاي معلومات عامة. هسه راح نجي راح ناخذ مثلا كلاس A نشوف ناخذ مثال عن الكلاس A نشوف نحلل الدائرة نحسب قيمة الافشنسي مالته قلنا 25% نشوف شلون طلعت نشوف الباور مالته شلون نحسبها الباور الضائعة والافشنسي وشلون تطلع قيمتها قلنا 25% وناخذ عليها مثال بعدين النوبة نروح على الكلاس B أيضا وأيضا نحسب الإفشنسي مالته ونشوف شلون طلعت مقدار الإفشنسي مال الكلاس B بهذا المقدار وأيضا ناخذ عليها مثال وبعدها نشوف الكلاس AB أيضا فقط نستعرض الخصائص العامة مالته وكلاس C أيضا والكلاس D وبعدين راح تنتهي عندنا هذه الملزمة حتى نبدي بالموضوع اللي بعده اللي هو Feedback Amplifier اللي موجود عندكم بالملزمة السابقة. إذا بالفيديو القادم راح نبدي نتحدث عن الكلاس A Amplifier وناخذ عليه مثال ونحسب الإفشنسي وكذلك الـ B وبقية أنواع الكلاسز. نلتقي بالفيديو القادم.